هادشي اللي دار الدنيا انها شهرت بالناس انها دات دار الطعاره وبينها تحاكم وتاخذ حقها لانها وسخات لنا مدينه مراكش بزاف مراكش توسخات الناس على برا ولاو تيهضروا على المغربيات خايب والمغربيات اش داروها ما داروا حتى شي حاجه حتى شي حاجه ما داروها خص تعاقب داك اللي كان السبب بحال دروك تيقول لك الخليجيين جاو وداروا راه هادوك البنات شوف واش كيصليو ولا ما كيصليو كاع اللي تيفسدوا ولكن الخليجيين كيصليو كان عليهم الا ما نهاتهم الصلاه ديالهم على المنكر والفساد راه فلا صلاه لهم خصهم الا كانوا تيصليو يديروا بالله ماشي انهم يخرجوا من دولتهم ويديروا الفساد في دوله اخرى لا مادام انكم صالحين وما كديروش الفساد ما ديروش في دولتكم وما ديروش في دوله اخرى باش هذوك البنات تما الا كانوا تيخرجوا للطهاره يتقنعوا ما يلقاوش معامل وما يلقاوش اللي يعطيهم الفلوس والسمعه ديال المغرب خسرات بالمره خسرات السلام عليكم انا مواطنه من مراكش كنقول للناس اللي تيقولوا المراكشيين كنقول لكم المراكشيين الحقاق ناعسين في ديورهم كيسدوا عليهم مع المغرب هادو ناس متطفلين على مدينه مراكش وكان ناشد الامن من هذا المنبر كان ناشد الامن ها العرض الله الا ما شافوا خرجوا في الليل خرجوا مورا المغرب شوفوا الدراري ولاد لافاك الدراري ولاد الجامعات اش كيطرا فيهم نعطيكم مثلا غير حي السملاليه الله يجازيكم بخير راه عيين ما نهضروا حي السملاليه راه الدراري صغار كيتحشوا تحت الشراجم ديالنا وكيديروا الفساد تحت الشراجم ديالنا وعيينا ما نهضروا عيينا ما نقولوا حتى حد ما كيتسنط لينا ها العرض الله الامن الوطني كان ناشد الناس الامن الوطني الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير وشكرا وسمحوا لي هذا من فعالي على بلادي هكا تيوقع المراكشيين كاملين مراكشيين صحاح مراكشيين الحقاق سادين عليهم في ديورهم هادو اللي تفلوا على البلاد ماشي مراكشيين وشكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي